اللي نخافوا منه هو بوكو بليس غدوة. كاين المولوديه، كاين سي ار بي، وكاين سياسي لعبوا كوب دافريك، طيح كانا معاك، زيد كانا نروحوا ما نلعبوش. صح، البروبليم هنا تهضرنا عليه العام اللي فات، سي فري، الفوك هنا تدخل قال ستوب هاد السينما هذه، حتى نهار هذا المشكل تاع الصحراء اوكسيدونتال وجو نسي با كوا، نهار يدخل في لي ناسيون زوني الحكم تاع لي الامم المتحده، ولا كاين لي ناسيون زوني كيما راهي رايحه. انا نشوف فيها زيد ميك اول اوف اور سيتيز هيلثير اند سترونجر يو نو مور. المغرب حرفيا هو اقدم شريك لنا بعد الثوره الامريكيه. المغرب كان اول من اعترف باستقلال امريكا. شراكتنا تشمل عده مجالات كالحريه والامن وغيرها، ونسعى الان الى تقويه هذه الشراكه بناء على هذا الأساس الجيد الذي يربط بلدينا. وأعتقد أن المدن الأمريكية والمغربية ستعرف ازدهارا كبيرا في المستقبل. إذن السلام عليكم مشاهدي الكرام، وأهلا وسهلا بكم على قناتنا وقناتكم أم بي توب. أصدقائك مشوا معايا في بداية الفيديو، فالكلام والموضوع عن الإعلام الجزائري مرة أخرى يهاجم المغرب ويتهم المغرب بأشياء لا أساس لها من الصحة، وهذه المرة كيتهموا إفريقيا الوسطى باش دارت خريطة بلدها في التيشورت ديالهم فاش لعبوا مع المغرب، فاتهموا المغرب على انه هو اللي شرى لهم التيشورتات. يعني شوف العقلية كيفاش دايرة، عقلية الكراغلة. ايضا غادي تشوفوا معايا عمداء امريكيون لا زالوا في المغرب ولا زالوا يزورون مدن الصحراء المغربية، واستثمارات وشراكات مهمة بين المغرب وامريكا. الاصدقاء نعطيكم عناوين حلقة اليوم وندوز الفيديو مباشرة. بن شيخ يبكي وينبح وسعار في الإعلام الجزائري بعد دخول المنتخب إفريقيا الوسطى بقميص يحمل خريطة بلده في مواجهة المنتخب المغربي. أيضا اتفاقية توأمة تجمع مدينة العيون ومدينة إرلينغتون الأمريكية. إشادات إقليمية ودولية للنهضة التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية الصحراء المغربية. طبعا أصدقاء ما نطولوش بزاف، خليكم مع الفيديو. عدنا بكم مشاهدينا الكرام لباقي حصة بالمكشوف. كنا تناولنا في الجزء الأول ثلاث مواضيع تخص المنتخب الوطني وكذا تصريحات ياسين عدلي. نعود لما يحدث على مستوى الكاف، عودة قضية الخريطة الوهمية. هل بدأت المناورات مجددا بوضع الخريطة على قميص جمهورية إفريقيا الوسطى في انتظار الفصل في قضية اتحاد العاصمة؟ تصوروا هذا الأسبوع لعب المنتخب المغربي أمام منتخب إفريقيا الوسطى، شاهدوا ماذا حدث. أعطينا الصور. إفريقيا الوسطى هذا المنتخب الذي دخل أمام المغرب بخريطة بلده وليكيب مونتي، هذا يعرف الجميع أنه سيتاني كيب مونتي مغربي هو اللي أعطى لهم لومايو. نذكروا أنه إفريقيا الوسطى لعبت المباراة أمام المغرب ذهابا وإيابا في المغرب. سيتين بريمير المنتخبات جامي توضع الخريطة، شفنا حتى المنتخب المغربي، المنتخب الجزائري، التونسي، المصري، الليبي، كل منتخبات في إفريقيا لم تضع ولا تضع خرائط على قميصها. هل هذا يوحي بأن قضية الخريطة الوهمية ستتواصل، خاصة أن فريق نهضة بركان يؤكد أنه سيلعب في المنافسة القارية بهذا القميص الخاص بالخريطة الوهمية؟ الأمور قد تصل إلى الانسداد، وقد نعيش سيناريو آخر مثل ما عشناه الموسم أو العام الماضي مع فريق اتحاد العاصمة الذي لحد الآن حتى يوم 13 نوفمبر. لماذا كل هذا التأخر في البت في قضية اتحاد العاصمة؟ يوم 13 نوفمبر سيتم البت أو الاستماع، جلسات الاستماع لكلا الطرفين. تصوروا منذ الموسم الماضي أو منذ الموسم الرياضي الماضي لم يتم الاستماع في هذه القضية. سامي العماري، نحن نتجه لقضية القميص الوهمي أو الخريطة الوهمية مكرر، يعني قضية بيس. زير، أنا أظن أن واش يصرى في هذا الدوسي أمر خطير وخطير جدا، ويستوجب من الطرف الجزائري الاستعداد، مش حتى الطفر
باش نروحو نديرو فورفي ونخسرو كساسوا السياسي ولا اللي سما يحطو فورفي. صرنا كيما صرات العام اللي ولا المولوديه ولا كاين فرق مغربيه في رابطه الاحرام. احنا بول مومون نهضروا على بركان بول مومون. لا الفرق الاخرى تقدر في الخارطه تقدر ما بداتش الرغبه في هذا الشيء جامي يهضروا على لي. انا نهضروا على المحتملين السياسي ولا يا رضوان. انا حبيت نركز على بعض النقاط بريفمون. النقطه الاولى كيفاش طاس لافير صرات في اون افريل 2024 افريل دمي هذا العام ولكن الموسم الماضي كما قلت نتايا لي زوديونس يبداو لو 8 موا ابري. سي دو جامي فيو سي دو جامي فيو. الوغ حنا كي درنا لا دوموند الاستعجالي رفضوها لنا سور بلاس. شفاو هذه سي الاستعجالي مي رفضونا انا سور بلاس. نعم مي وعلاش لافير خليتها 8 موا 8 موا باش يبداو لي زيديسيون ستادي الفيردي كيقدر يروح ل 2025 هذه النقطة اللي يعني تخليك تخمم شوية باللي هناك تحايل. هناك تحايل انا بور مو شوي كونفينكو باللي هناك تحايل. النقطة الثانية سكرتير جينيرال ديال لاكاف واش كان يقول؟ كان يقول نستناو لا ديسيزيون دو طاس باش ناخذوا القرار تاعنا في قضية اتحاد العاصمة. اتحاد العاصمة الكاف ما استناش القرار تاع طاس هذا الأسبوع ولا صافي أسبوعين. عطى اتحاد العاصمة أموند اون امون تاع 40,000 دولار. وعلى ما لو كان طبقوا القانون لو كان ماشي حنا اللي رابحين نحاولوا سانكسيون تاع دو زون. اي نورمالمون سي دو مي عطاونا غرامه. انا بور موا بور لو مومون سي اون سانكسيون. سي اون سانكسيون سانكسيون كونت اون ا ايتي ايليميني سو لو تيرا منعونا بالتتويج واتحاد العاصمه كان كاباب يدي هذيك لا كوب دافريك هذيك لا دود نحاولنا لا بريم تاع لا دومي فينال ما تنساوش يا الخو. حنا حبسنا في لا بريم تاع كارت فينال ونا با بري لا بريم دو لا دومي فينال لا دومي فينال. والان نزيدو نخلصو 40,000 دولار. الان خرجت هذه النقطه هذه اللي قلت عليها وهي الاهم هي الخارطه في المايو تاع سونتر افريك اللي كل يعلم باللي هذا سونتر افريك يعني سيتين فريق قريب من الفريق المغربي عطاو لوكاج. انا جو مو دوموند ليكيب مونتي مغربي ليكيب مونتي اوفاريتو يعني ليدي جايه من الطرف المغربي يعني يفو ميو ديال لا فيريتي. يا رضوان اسك هادي بيسك هما يقولوا 13 نوفمبر هذا ستان دوسيا وجدوه فريق بركان ولا الفيدراليه المغربيه باش يحطوه حجه في الجلسات تاع 13 نوفمبر تاع 13 نوفمبر باش يقولوا ماشي غير حنا اللي درنا هادي ميم سونتر افريك داروها بكومباراسيون داروها كونتر المغرب. اسك 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 فهمت تاخير لي زونديونس 13 نوفمبر هاد العفسه تاع لا ديسيزيون تاع الكاف والخريطه في سونتر افريك جاب لي ربي كل المعطيات تشير الى انه راهي تعمل ضد الجزائر. صب انه اذا حنا الطرف الجزائري ما وجدناش روحنا لا ريبونس باسكو الانسان يقول الحقيقه في الكاف واحد ما يرحمنا واحد ما يرحمنا. اذا ما وجدناش لا ديفونس الى لا ديفونس في الطاس ولا ديفونس ايفونتويلمون ولا خسرنا في الطاس راحنا نتجهوا الى ان دوزيام فورفي لي ما يساعدش الجزائر. سي امبوسيبل كو اشاك فوا دوكا اون ايكيب الجيريان نطيح مع مع بركان نروحو فورفي كوم دي نوفيس سي با بوسيبل. دونك انا ناشد الفيدراليه الجزائريه لكره القدم لازم توجد لنا توضح لنا ورقه الطريق تاعها في هذا الدوسي. واضح. معاذ نمرودي كيف ترى الوضع؟ الامور اصبحت المؤامرة تدبر وتحاك لجلسات يوم 13 نوفمبر ضد اتحاد العاصمة أولا، ونخشى أن يتواصل الأمر في نهائية كأس إفريقيا بالمغرب ممكن. اللي راح تلعب في المغرب والجزائر تأهلت رسميا لو من هذاك الوقت يقول لك هاي لافريك سنترال دارت الخارطة كاع نديروا الخارطة ويديروا الخارطة الوهمية اللي يعرفها العام الخاص. ولكن رضوان يتضح انه القضيه اصبحت قضيه سياسيه وتعدات الشان الرياضي بكل صراحه، لانه اليوم احنا ننتظر الطاس. الطاس هي اعلى هيئه سانريا نافوان ما عندها حتى علاقه مع الاتحاد الافريقي للعبه. الاتحاد الافريقي اصدر قراراته ولكن فيما يخص الغرامه على اتحاد العاصمه، ولكن اليوم الطاس هي المطالبه انها تنصف
الطرف الجزائري اليوم وتنصب في اتحاد العاصمة في هذه القضية، لأنه نعلم أنه كيف تدار الأمور اليوم في الاتحاد الإفريقي بكل وضوح. نعلم أنه اليوم الخروقات الكاف هي نفسها تخرق في قوانينها الارتيكل 60 من قانون الاعتاد على مستوى الاتحاد الإفريقي، واضح وضوح الشمس، ويقول لك ما توضعش الخرائط ولا قاليم والرسومات وشعارات سياسية على القمصان. اليوم الاتحاد الإفريقي في التصفيات تاع كاس أمم إفريقيا شفنا إفريقيا الوسطى كيف وضعت هذه الخريطة، ونعلم أنه كيف هناك أمر لأنه لجنة المسابقات اللي هي في الاتحاد الإفريقي نعلم من هو رئيسها، هو الموريتاني، نعلم كيف تدار، لن نعلم لما تطرح مثل هذه القضايا على مستوى لجنة المسابقات وكما صارت في القضية اتحاد العاصمة وين تملص من المسؤولية وخلى أن تدرس وتترأس اللجنة تاعه من طرف النائب تاعه حتى ما يكونش طرف في القضية وهو وقف خفية مع الطرف المغربي وقف مع نهضة بركان. لذلك أنا نقول لك اليوم القضية سياسية أكثر من هذه ومتوقفة على قرار الطاس، وإذا راحت القرار الطاس لأنه ما فيه احترام لا الميثاق الأولمبي لا قانون الفيفا لا الانترناسيونال بورد اللي هما مشرع قوانين كرة القدم، لأنه اليوم كل المواد في صالح الطرف الجزائري. ومؤخرا محامي الاتحاد الجزائري لكرة القدم معلومة اللي عندي أنه بلغ رسميا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موقف الجزائر من هذا القرار ومن الخريطة هذه الوهمية ومن الشعارات السياسية، لأنه هذه اليوم ما هيش تتوقف عند خريطة ولكن عندها أبعاد أخرى، عندها أبعاد أخرى أنه نرفض تماما مثل هذه الممارسات. إذا كان حتى الطاس اليوم زاد وقف ضد اتحاد العاصمة هنا الأمر خطير، وأنا نوجه كذلك نداء رضوان لأنه اليوم مؤخرا تشوف الاتحاد الدولي للدراجات وجه توبيخ وإنذار للاتحاد المغربي للدراجات، لأنه الأمر كذلك اليوم يتعدى كرة القدم، ما بقاش أصبح كرة القدم أبعاد سياسية، أبعاد سياسية وأصبح في باقي الاختصاصات. اليوم أنت حتى إحنا كجزائريين اليوم في مختلف الهيئات الدولية اليوم لما نتحدثوا على اللجنة الأولمبية الدولية عندها دخل في هذه القضية لأنه ما فيش احترام للميثاق الأولمبي، كذلك الجزائريين اللي هم متواجدين في هذه الهيئات لازم يضربوا فوق الطاولة وما ننتظروش إلا اتحاد العاصمة واتحاد الجزائري فقط نحصرها في كرة القدم ليدافعوا على هذه القضية اللي هي قضية سياسية. أردوان، طيب علي بن شيخ، هل من تعليق حول الذي يحدث؟ الكاف أصبحت مختطفة، هذا شيء مؤكد، ولكن ماذا يمكن أن نصنع لو المؤامرة تتواصل بمثل هذه الطريقة؟ ديجا بور كومونسي ايزون بيان شوازي هاد الارنب انا ليا هاد البلاد هادي لان نجي نشري لك تريكوات في الحومه ما يقبلش تشري له تريكوات، سي حاجه ما عندها حتى انا ليا ما عندها حتى معنى، هادي وحده. ولكن نقعدوا في الباب كما قال معاد اون سي تري بيان سي بوليتيك صح. هنا يا شوف كاين زوج حوايج اللي بداو يهضروا قبل الاولين، هما كاين لا فيديراسيون الجيريان دو فوتبول اي لو كوميتي اولمبيك، زوج حوايج، والوزاره الشباب والرياضه الاولى راهي هنا واقفه هنا اللي تبران صح. وكاين اوتر شوز، اليوم لحقنا لواحد الدرجه واش صاير في 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 غزه كشف لو موند، لو موند كشفو العالم تنكشف، يا بلو دو ديموكراسي يا بلو دو جستيس يا بلو ريان، القوه هي اللي تنفع. انا اليوم بقيت ما نزيدش نامن بلي يا كرون ديموكراسي وانتوما ديكتاتور كاع رانا في شكاره ما كاين والو، ما كاين والو. اليوم هما حاكمين لاكاف هذه، هنا هادو لازم يدخلوا ولازم السلطه العليا اللي تتدخل سي لو بلون بوليتيك، تتدخل فوق مع لي ريزو تاعها، لي ريزو تاعها لي ناسيون اللي معانا ملاح في لافريك، منهم لافريك دو سود، منهم سارت بوكو دو بيي ليجيبت وروح يدخلوا، قال باش هاد الشيء يحبس خاطر سا سي دو ولات سينما. شفت واحد هكذا اللي يجي يقلقك كل دقيقه حتى تحب تقتلو، كل دقيقه يجي يقلقك. بصح سكي فا اللي نخافوا منه هو بوكو بليس غدوه كاين المولوديه كاين سي ار بي وكاين سياسي لعبوا كوب دافريك طيح كانا معاك، زيد كانا نروحوا ما نلعبوش صح. البروبليم هنا تهضرنا عليه العام اللي فات سيفري الفوك، هنا تتدخل
قال ستوب هاد السينما هادية حتى نهار هاد المشكل تاع الصحراء اوكسيدونطال وجو نسي با كوا نهار يدخل في لي ناسيونز يوني حكمت عليه الامم المتحده ولا كاين لي ناسيونز يوني كيما راهي رايحه يعني شوف هاد زيد هي ماميه ما تكزيستي لان ما كان حتى احترام مي بليزو موا حتى تبان هاد الشيء مليون انت دير هاديه عندك دوطر شوز اللي تاوعك روح ديرهم هما ما ديرش هاديه فهمني صح مي باش كوشاك فوا يقلقونا ما يقلقوناش حنا كي يديروها انا ولا حبي يديرها كاع في تريكواد انا وين نتقلق لورسكو ان ايكيب الجيريان طيح مع وحده تاعهم ويجبدوا روحهم هما خابزه هاديه هما خابزه معليش فواريتي السينما هاديه رضوان كذلك رضوان انا نتساءل اليوم قوانين الاتحاد الافريقي لكره القدم تعترف بخدمات قوانين الكاف تعترف بخدمات الاتحاد الافريقي لما نتحدثوا على البلدان وسياسيا والاتحاد الافريقي يعترف بالصحراء الغربيه كاين هناك تناقض احنا اليوم يجب تحرير الكاف انا نقول لك لانه اختطفها لا حتى سياسيا وما عندها حتى رو لانه ما تعترفش انت بالاتحاد الافريقي تتناقض تقول نعترف بالخدمات تاع الاتحاد الافريقي وهي تعترف بجرايه الصحراء الغربيه ولكن لما نشوفوا الواقع ارض الواقع ارض مغتصبه واضح نختموا مع سمير هذا الموضوع هل الحل في ترشح وليد صادي لعضويه المكتب التنفيذي للكاف لانه يوم 13 نوفمبر راح يكون اخر اجل والانتخابات ستجرى في شهر مارس القادم هل من اجل ايقاف النزيف بعد خساره عمار بهلول فيما سبق خساره الكثير زفزاف ايضا هل دخول وليد صادي للمكتب التنفيذي للكاف واعلان ترشحه قد يكون بويت 16 ممكن على الاقل كي نقولوا داخل الكوميتي اكزيكوتيف تاع لاكاف ما يكونش هذا الاختطاف ظاهر للعيان بطريقه مفضوحه. لا هدف الجزائر هو العوده في لا ديريكسيون تاع لاكاف ونظن ان وليد سعدي تو تانتيري باش يكون كونديدا. يكون كونديدا لازم عامل يعني في لاباز في ليكوليسي تخدم على الصعيد السياسي ولكن لافاف ما تقدرش دير كما يقولوا لا بوليتيك تاع لا شيز فيد وما تروحش لي زيليكسيون سي امبوسيبل وانا اظن ان لافاف سرا كونديدات بار لو بيي دو سون بريزيدون مي الان اسك لي كونديسيون سون فافورابل جو بونس ال سون فافورابل يمكن يكون ميم حاله وين يكون وليد صادي يقدر يكون وحده الان هناك طرحين كان يقولوا بلي التوانسه ما يقدروش يطرحوا ما يحطوا ما عندهمش طرحين كان يقولوا ما الجريئه او في السجن ولكن يقول لك بلي الكوميسي دو نورماليزاسيون معترف به من الفيفا وبالتالي يمكن كان يقولوا يقدر كان يقولوا كاين طرحين كاين ايوا ما يحكمين لاكاف يا انا مرود انت على بال دوك يقدروا يجوزوا ولكن ميم سي اون يا ان ادفيرسير تونيزيان يعني كاين شي ناس معاد لازم تورينا حنت بيديها الان اليا دي كوليس لازم نروحوا لاباطاي ماشي دوك اشاك فوا نخافوا من الغوله ونقولوا بلي كاين غول في لاكاف ونصوفوا د الغول تاع الغوله حنا لازم نضربوا انا جو مابيل اون 2024 اون 2004 اون افي با د غارونتي مي راهو الى ريوسي تحب ولا تكره دخل في الكوميتي اكزيكوتيف ولا باش ولا تشفع فردواني شفع لي كونديسيون تاع تونس كنا في تونس جاز maintenant il faut les temps nous le Walid Saadi je pense عنده la d'abord la candidature تاعو je pense que le MGS حيقبلها je pense اذا كان الدوله تقبلها لازم تقبلها ما لازمش غير تقبلها لازم لها الدعم باسكو هناك اشياء نخدموا في الكواليس في الاطار السياسي هنا نفتحوا قوس باش نولوا الموضوع تاع بركان سي با نورمال كاين بلدان ساعدتها الجزائر امي افيك لالجيري فلاكاف يخدموا كونتر لاجيري سا سي با نورمال نعطيك معلومه مازال ان با اونكور ديسيدي مازال ما قررش لا ما قلناش قرر يدخل كعضو في المكتب التنفيذي هل يترش هل يتقدم للترشح لانه كاين الجمعيه العامه تاع الاتحاد الافريقي لو فاندو في اديس ابيبا بعدها من خلال اللقاء واش راح يكون هناك بين صادي وبين الاعضاء تاع الجمعيه العامه بعد الاعلان تاعو المعلومات انه في المكتب الفيدرالي تاع اواخر شهر اكتوبر يعني اذا كان راح يترشح او لا ولكن يجب علينا
ترشح ويجب دخول المكتب التنفيذي الاتحاد الافريقي. وقال رئيس مؤتمر عمداء مدن الولايات المتحده وعمده مدينه كولومبوس اندرو جينتر بالعيون لقناه ميديان تي في ان الرؤيه المتبصره لجلاله الملك محمد السادس انعكست بايجاب على المملكه المغربيه على مستوى البنيه التحتيه وعلى مستوى الاستثمارات والتنميه. اشار الى ان المؤهلات والامكانيات التي تحظى بها الاقاليم الجنوبيه للمملكه كبيره ومهمه. ما رأيناه اليوم خلال زيارتنا هي المؤهلات الكبيرة التي تحظى بها المدن المغربية وكذلك الإمكانيات المتعددة التي يمكن أن تطورها في المستقبل. أعتقد أن هناك العديد من النقاط والآفاق التي تجمع بين المدن الأمريكية والمغربية، وسنعمل سويا لتعزيز هذه القدرات وتبادل الممارسات الفضلة في عدة مجالات كالتنمية المستدامة والقضايا المتعلقة بالبيئة وكل ما يمكن القيام به لجعل مدننا أكثر قوة وأكثر تطورا. المغرب حرفيا هو أقدم شريك لنا. بعد الثورة الأمريكية المغرب كان أول من اعترف باستقلال أمريكا. شراكتنا تشمل عدة مجالات كالحرية والأمن وغيرها، ونسعى الآن إلى تقوية هذه الشراكة بناء على هذا الأساس الجيد الذي يربط بلدينا، وأعتقد أن المدن الأمريكية والمغربية ستعرف ازدهارا كبيرا في المستقبل. الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس انعكست بإيجاب على المغرب. رأينا التطور الرائع الذي تعرفه المملكة على مستوى البنية التحتية، على مستوى الاستثمارات والتنمية. المغرب سيكون له مستقبل مزدهر، وهذه فرصة لكلا البلدين، للمدن المغربية وكذلك الأمريكية. هي فرصة لنعمل سويا لجعل حياة المواطنين الذين نعمل من أجلهم أفضل. أشاد رئيس مؤتمر عمداء مدن الولايات المتحدة أندرو جينتر أشاد برؤية وحكمة صاحب الجلالة الملكي محمد السادس في مجال تنمية المدن المغربية خصوصا مدن الصحراء المغربية. وتعرف الأقاليم الجنوبية للمملكة نهضة تنموية على عدد من الأصعدة تحظى بإشادة إقليمية ودولية. للمزيد حول التنمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة معنا مباشرة رشيد ساري المحلل الاقتصادي. أهلا بك معنا سيدي الكريم. أهلا ومرحبا وشكرا على الاستضافة الكريمة سيدي. مرحبا بك. إذن الأقاليم الجنوبية للمملكة تشهد نهضة تنموية غير مسبوقة، هم النهوض بالبنيان والإنسان. على ماذا يرتكز هذا التطور التنموي الذي تعيش على وقعه المنطقة وما مقوماته؟ أولا يجب الإشارة بأنه الأقاليم الجنوبية قبل سنة 1975 لم تكن شيئا، ويعني بالأرقام عندما نتحدث بأنه يعني البنية التحتية لم تكن تتوفر سوى على 70 كيلومتر، اليوم نتحدث على أكثر من 4000 كيلومتر، يعني هناك يعني عمل كبير وكبير جدا. أظن بأن هناك بنية تحتية بخصوص الماء مثلا لم يكن متوفر، اليوم نتحدث عن محطات لتحلية مياه البحر. إضافة إلى هذا هناك يعني الطفرة الكبيرة التي عرفتها الأقاليم الجنوبية، وهو يعني عقب الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 40 للمسيرة الخضراء وبالعيون، عندما تم إطلاق النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. كنا نتحدث في مرحلة أولى عن يعني ميزانية تقدر ب 77 مليار درهم، اليوم نتحدث عن ميزانية وصلت إلى أكثر من 100 مليار درهم. هذا 100 مليار درهم، وهو إجابة عن سؤالك سيدي، أنها يعني جميع مجالات الحياة، المجال الاقتصادي، المجال الاجتماعي، المجال الصحي، المجال التعليمي، يعني المجالات كذلك عندما نتحدث عن المجال الفلاحي هناك مجال يعني استصلاح أكثر من 1000 هكتار من الأراضي، عندما نتحدث عن البنية التحتية نتحدث عن سد فاسك مثلا، يعني نتحدث كذلك عن طريق السريع الذي يربط بين تيزنيت والداخل على مسافة 1055 كيلومتر، والذي بالمناسبة يعني حجزت له ميزانية كبيرة نتحدث عن 99 مليار درهم. إضافة إلى هذا هناك يعني مشاريع تخص الاقتصاد الأزرق، يعني نتحدث عن مجموعة من الموانئ
ميناء. اليوم نتحدث عن ميناء الداخل الأطلسي الذي سوف يعني تكون ميزانية كبيرة مخصصة له يعني في حدود 12 مليار درهم. وبالمناسبة هذا مشروع سوف يتم إنجازه من طرف مقاولات مغربية، هذا جد مهم. إضافة إلى هذا يجب الإشارة إلى أن هناك حتى اليوم نتحدث على مجموعة من المشاريع التي تخص الطاقات المتجددة. نتحدث اليوم عن كذلك مشاريع يعني غربية، عندما نتحدث عن مشروع هرمطان الأمريكي للطاقات الريحية بالدخل بميزانية تصل إلى 2.5 مليار دولار. ولا ننسى أن هناك يعني مشاريع لبولندا، هناك مشاريع كذلك لمجموعة من 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 الدول الأخرى. لإسبانيا اليوم نتحدث عن مجموعة من المشاريع التي سوف تهتم بالجانب السياحي خاصة بمنطقة الدخلة. إذا اليوم هناك دينامية ما نصل إليه اليوم من تنمية اجتماعية اقتصادية وكذلك وجاء نتيجة لاستراتيجية ملكية أتحدث لنموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية. وللإشارة اليوم هذا يعني هذا النموذج الذي نتحدث عنه يعني وصلت اليوم نسبة الإنجاز تتعدى أكثر من 80%. إذا وهنا إذا سمحت لي يعني يجب أن نفتح قوس، يعني كان هناك خطاب صاحب الجلالة بالنسبة ذكرى الأربعين سنة 2015 عندما أشار صاحب الجلالة وبالحق قال بأننا نحن نوفي بالوعود. أظن بأننا اليوم يتم إيفاء بجميع بالوعود لإخواننا بالأقاليم الجنوبية. تنمية اليوم كما قلت في مجموعة من المجالات، كذلك اليوم هناك استعمال حتى للمجال الرقمي عندما نتحدث اليوم عن دخل كونكت وكذلك على عيون كونكت من أجل استقطاب مجموعة من الاستثمارات سواء على المستوى المحلي وكذلك على المستوى في إطار هذا الزخم الاستثماري الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. أمس جرى التوقيع على مذكرة تفاهم لاتفاقية التوأمة بين جماعة الداخلة ومدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية بهدف توطيد علاقات الصداقة والتفاهم والشراكة في مختلف المجالات. ما الذي تجنيها المنطقة من عقد شراكات دولية مماثلة خصوصا مع الولايات المتحدة الأمريكية الحليف القوي للمغرب والمنخرط بشكل فاعل في دعم المغرب في مساره التنموي في المنطقة؟ ربما يعني سوف أقول ماذا يجنيه العالم إذا تم التوأمة مع يعني بطبيعة الحال هناك مجموعة من الامتيازات. أولا هناك إقلاع اقتصادي على المستوى المحلي، ولكن لا ننسى بأنه اليوم الهاجس المغربي الهاجس صاحب الجلالة كذلك وأنه التنمية التي تعيشها اليوم الأقاليم الجنوبية يجب أن تمتد إلى العمق الإفريقي. عندما نتحدث اليوم عن دول غرب الساحل والمغرب يضع جميع بنياته التحتية رهن إشارتها، كذلك هناك ماذا يجني كما قلت العالم من خلال اليوم أوروبا يعني للدخول إلى إفريقيا للاستثمار في إفريقيا يجب أن يمر عبر المغرب، كذلك يعني على المستوى جميع دول العالم يعني الولايات المتحدة الأمريكية دول آسيا. ولا ننسى بأنه اليوم يعني عندما تحدثوا مثلا عندما ماذا ستجني أكثر قلت يعني دول العالم، أوروبا اليوم هي في حاجة إلى الطاقات المتجددة، لا يمكن أن يتوفر لها هذا المشروع دون الاستثمار أو تأخذ الانطلاقة من المغرب من الأقاليم الجنوبية. وهنا صار جد مهم في فبراير من سنة 2022 لنتذكر جميعا كانت هناك القمة الأوروبية الإفريقية التي انعقدت في داكار في فبراير من سنة 2022، ولكن لاحظنا بأنه فوندرلاين أثرت أنها تقوم بالزيارة للمغرب للرباط قبل أن تتجه إلى داكار. المعنى يعني هذا يعني له تفسير واحد بأنه إلى الطاقات المتجددة، ولكن هي تعتمد بشكل كبير على المغرب. لماذا؟ لأننا نتوفر على مجموعة من البنيات التحتية. يكفي الإشارة اليوم عندما نتحدث عن المجال الفلاحي اليوم تحلية مياه البحر جعلت من مجموعة من المناطق بمدينة الداخلة هي فلاحية اليوم حتى نعم شكرا لك السيد رشيد ساري المحلل.
الاقتصادي. نعتذر أيضا على رداءة الصوت، يبدو أنه انقطع الاتصال بالأستاذ رشيد ساري. على أي، شكرا على كل هذه التوضيحات والإضاءات، ستكون لنا فرص لاحقة للاستفادة أكثر في هذا الموضوع. إذا رجعنا لكم من جديد الأصدقاء، كنتمنى كل فيديو ديال اليوم نال الإعجاب ديالكم. كما العادة دائما خليكم على قناتنا وقناتكم إم بي طوب باش دائما توصلوا بآخر ما هو جديد عن مغربنا الحبيب. تلقوا في فيديو قادم وخبر قادم إن شاء الله. السلام عليكم.